عشان كده عايز نشوف حاجة اسمها سبعة أزمنة تحكي تاريخ البشرية وده اللي كنت عاوز أسأله لأنه دايماً بتستخدم كلمة seven seas yes. في اللغة الإنجليزية That's right. yeah. في العربي إيش بتترجمها؟ لها أزمنة سبع أزمنة, أزمنة. أوكي. تحكي تاريخ البشرية فضل هقولهم بالإنجليزي مرة عشان هو seven seas لأنهم بتبدأ بحرف سي في كل سيف. واحدة منها بتسهلها علينا آه بالضبط creation okay corruption catastrophe Confusion Christ cross فنقولهم بالعربي بقى الخليقة وده الخلق للعالم كله والخلق المتميز للإنسان مم. وده اللي نظرية النشوء والارتقاء بتحاول تهاجمه تقول احنا جينا من تفاعلات كيماوية عشوائية كونت أول خلية الخلية ابتدت تنقسم عملت كائنات أخرى الكائنات الأخرى دي ابتدت تتطور عبر ملايين السنين وصلتني للإنسان. ده كلام علميا فيه مشاكل ضخمة جدا زي ما هندرسه بالتفصيل في حلقات قادمة. الشك الثاني في خلق العالم كله بيقول احنا جينا من الإنفجار العظيم إن المادة والطاقة كانوا في نقطة صغيرة أوي أوي اسمها السنجلاريتي. وبعدين ابتدت تتمدد بسرعة رهيبة جدا وبعدين تباطأت السرعة دي. طبعا في مشاكل علمية ضخمة جدا جدا برضو هقول واحدة منهم لكن هنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله في حلقات قادمة لما المادة والطاقة تكون مركزة جدا جدا بالصورة دي قوانين الطبيعة ما تشتغلش فهي محتاجة قوانين غير القوانين اللي احنا بنتمتع بيها الآن وخلاف أشياء كثيرة جدا فالخلق بقى أصبح قضية ضخمة الشيطان بيقول لنا أحقا قال الله